اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شرتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا كابتن، ازاي حضرتك؟ ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، سعداء جدا بتواجد حضراتكم معانا. خليني ابدا معاك يا استاذ عصام على طول ونخش في، طبعا لازم نتكلم عن مباراه بيراميدز والنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل شيء. اتصور ان الراجل بدا يوصل لدماغ اللعيبه وهم كمان يدعموا فكره، وفكره ان انت تجيب جون ثم تختصر شويه مجهودك البدني او اللي هو بيطلق عليه احتياطيك البدني بدات تؤتي ثمارها يا كابتن اسلام. ايوه، ودي حاجه مهمه قوي ان الناس تاخد بالها منها. ليه؟ الراجل بيجي من وقت لوقت، لكن خافوا شويه اللعيبه. ايوه، بعد كده انتشروا صح ولعبوا صح. فكره الصيف صح كده؟ فكره الصيد يعني يصطادك. وقال هو ايه؟ سبت له الكره تنهكه، ودي حاجه كانت مهمه قوي. يعني باختصار شديد